مساء الخير، اهلا بيكم. انا اميره ودي حلقه جديده من توقعات 2020 للتارو. النهارده برج الدلو. الدلو برضو من الابراج المتقلبه، برج مائي متقلب المزاج جدا، قامت شويه، عنده شويه غموض، عنده عطاء شديد جدا جدا جدا، بيدي بدون حساب. بالنسبه لموضوع المسؤوليه، بيحب يشيل مسؤوليه، بس المسؤوليه اللي يحب يشيلها ما تتفرضش عليه. تعالوا نشوف الدلو عامل ايه في 2020. شاريت يا دلو، انت دلوقتي ماسك زمام الامور، انت اللي بتقود العربة وماشي بسرعة العربة، عملك بيتطور بسرعة كويسة جدا جدا، وعندك حاجة وعكسها، يعني عندك لين مع حزم، عندك كومباينيشن حلو قوي قوي كده. مش عايزة اتكلم حدث ولا حرك عن الحالة المادية والفلوس عندك، ما شاء الله ما فيش كارت للفلوس في التارو مش طالع لك. هنا العيلة بقى حواليك بيهنوك، في عندك تقريبا حاجة، في حاجة جامدة هتحصل من الناحية المادية، هتعمل لك حيرة شوية، اعمل فيهم ايه، اشيل ولا اجيب ولا استنى، جمع معلومات شوية يا دلو قبل لما تعمل حاجة، بس ما تقلقش، يعني اصرف زي ما انت عايز السنة دي ما شاء الله. كمان 9 of pentacles، تطور مادي تاني، queen of pentacles، فلوس تاني، ما شاء الله انت شكلك بتطلع من حاجة بتخش في حاجة تانية. في النهاية شايفة حالة ثراء ما شاء الله واكتفاء ذاتي، وحالة من العطاء الشديد جدا جدا، عمال تساعد كل الناس اللي حواليك، اي حد محتاج مساعدة بتساعده، ودي حاجة مش جديدة عليك. في عندنا هنا 6 of wands، دي حالة تهنئة، الناس بيهنوك على حاجة، لا واضح انه انت في العمل ما شاء الله الدنيا عندك كويسة جدا، الناس بتسقف لك ومبهورة بيك ومبهورة بالحاجة اللي انت بتعملها دي، ولكن انت عملتها ازاي. بالنسبة للناس اللي بتشتغل، دي ترقية، علو شأن، درجة، هتعلى درجة. عندك الحكيم كمان يا دلو، بيشير انك انت في حالة ثقة في تفكيرك وفي طريقة تدبيرك للأمور، انك انت عايز تفكر لوحدك، مش عايز حد يديلك اي نصيحة، لانك انت حابب تفكر لوحدك. الناس اللي بتشتغل برضو حابة تشتغل لوحدها، مش عايزة تشتغل مع تيم، حابة تشتغل لوحدها، حاسة ان هي بتنتج وبتفكر احسن. في حالة منافسة عندك يا دلو، واضح ان في منافسة جديدة هتصيبك بالتوتر، انت ما بتقبلش الهزيمة بسهولة، اثبت مكانك، ان شاء الله هتعرف، هتوصل لنتيجة كويسة في حالة التحدي او المنافسة اللي انت فيها دي. ممكن تكون حالة دفاع عن النفس كمان يا دلو، ان حد هيلقي عليك اتهامات بحاجة معينة، وانا اقدر ان انا يعني استشف ايه اللي ممكن تكون بتتهم بيه، التقصير مثلا نحو عيلتك او حاجة، لان واضح ان انت مركز في شغلك جدا جدا وفي حالتك المادية اكتر من اللازم. بتقيم علاقة برضو بعقل وقاعد مركز في خطواتك كويس جدا، بتفكر بحذر، مش بتتصرف على طبيعتك مع شريكك دلوقتي، حاسس ان كل حاجة بقت بتفكر فيها بحساب، بتحسبها كويس قوي قبل ما تعملها، وده نتيجة خبرة، يعني انت دي من خبرتك في التعامل مع شريكك، اكتشفت ان هو ده الطريقة الصح اللي تتعامل بيها معي. دي كانت قراية برج الدلو لـ 2020، يا رب تكون عجبتكم، واشوفكم ان شاء الله في برج جديد الفيديو.